بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم مع الفيديو الجديد او اللقاء الجديد لنا ان شاء الله تعالى، اللي هنكمل فيه كلامنا عن تاريخ المصري او تاريخ مصر الفرعونيه. النهارده اللقاء الرابع بينا. احنا الحقيقه يعني اتكلمنا، الموضوعات بتفتح مننا، بس بحاول ان احنا ندي البيز، مش عايزين نقول الكلام التقليدي اللي كل الناس عارفاه. احنا بننشط معلومات، يعني بنوسع المعلومات. على فكره انا زيكم بقعد اذاكر قبليها، فرصه لينا كبيره. احنا هنبدا النهارده اللي احنا بنسميه كلنا في كتب التاريخ الاركايك بيريود او عصر العتيق. العصر العتيق لانه الادم، عصر بدايه الاسرات لان خلاص بقيت انا بتورث العرش اسره بعد اسره. العصر الثني، ودي تسميه مانيتون، يعني مانيتون هو اللي سماها العصر الثني، ويبدو ان الثني هي المنطقه القريبه من جرجا ونجع المشايخ كده في سوهاج، اللي هي المنطقه اللي كانت مقابر ابيدوس في بدايه الاسره. البدايه عندي نتكلم، ناس يقولوا طبعا انا هنا بتكلم على بدايه الاسرات، لكن لما بتكلم على مصر تبدا من امتى، حضاره 7000 سنه وكده، مش هقدر. برضو استاذنا الدكتور احمد عيسى عمل تحليل رائع جدا، الحضاره بتتكلم حاجه 11000 سنه قبل الميلاد. ما ينفعش ان انا يعني انا مش صاحي من النوم ماسك مفتاح يا جماعه افتح ابدا حضاره. عشان كده هنلاقي بعض الناس يقول لك لا، ده بدايه الاسرات بدات ب 4000 قبل الميلاد، زي بورخت مثلا. جارنر بيكلمني في 3200، وده اغلب الناس مشيت عليه. لكن المدرسه الفرنسيه اللي منها دوريتون وفانديه لما اتكلموا في البعد الاقرب اللي هي 3000 2950، يعني اتكلموا في مرحله مختلفه شويه. ايا كان الامر، فانا بتكلم، انا هكون صريح ان احنا ممكن نتكلم في 3000 3100 قبل الميلاد، ده قد يكون هو الاقرب او المتعارف عليه. طيب انا عندي ثلاث اسامي اللي انا ختمت بيهم المره اللي فاتت: نارمر، حراعه، ميني. ميني عشان بس اكد كلامي اللي قلته، اول مره كنت اتكلم بعد 1500 سنه من توحيد مصر، يعني كنت بواحد 3000، 1500 و1600 ما بدات اتكلم على ميني. قبليها ميني بالنسبه لي مش يعني الاسم كمان، اللهم الا اذا كان الجزء الاول من حجر باليرمو اللي فيه كاس يكون فيه ميني وارد، لكن غير كده ما عنديش ناس اتكلموا عليه في قوائم الملوك، يعني او اسف في الاثار لقيتها، لكن نارمر حراعه بلاقي حاجات زي ما شرحنا المره اللي فاتت. طيب وفقا للاثار اللي احنا لقيناها على الارض، الاسره واحد والاسره اثنين. الاسره واحد فيها جير، واجب، دين، عجيب، سمرخيت، قاع. الاسره الثانيه حط بسيخموي، رع نب، ني او نبي رع، ني نتر، بير ابسن، خا سخم، خا سخم وي. ده الترتيب بتاعه. تعالوا بقى نمشي معاهم. اولا حلاقي جر ده كان ملك قوي جدا، ملك وقف على الارض بقوه، له اللقب الحوري بتاعه، وصل لقينا اسمه عند جبل الشيخ سليمان في منطقه وادي حلفه، ولقينا اسمه هناك موجود، يعني واضح ان انا وصلت للمناطق بتاعه الجنوب عشان الذهب. اذا اللي انا بقوله في البدايه، انا مش واحد جه فتوى وتولى حكم البلد، لا، ده دوله مؤسسات. جت، لقيت جت اسمه موجود عندي بشكل متكرر اكتر من مره على مجموعه من اللوحات، وحتى منها لوحه بتحمل اسمه معروفه في متحف اللوفر اللي هي لوحه التعبان. ووصلت لقيت اشارات للملوك دول في المقابر، ان وصلت لمناطق في فينيقيا، وصلت لمناطق ان جبت خشب الارز، لقيت خشب الارز بيضلل بعض المقابر، لقينا اشياء كتير بتدل على التبادل التجاري الموجود، اذا دوله بتفتح كامله. دن او اوديمو اللي بنترجمه واهب الماء، ودي ديمو بيسموه كده، ديمو او اوديمو الذي يوهب الماء او الذي يمنح الماء، وده احد الالقاب او الاسماء اللي ارتبطت بالملك دن. دن ده بالنسبه لي من الملوك المهمين جدا. ليه؟ لان دن راح يتجوز واحده ست اسمها ميريتني، وعملت لي مشكله الحاجه دي بعديها، بقى هقول لكم ايه المشكله اللي عملتها. لكن تعالوا الاول نشوف دن. دن له عندي بطاقات عاجيه لطيفه جدا، ومن الحاجات المهمه بتاع الدن ان احد البطاقات العاجيه بتاعته لقينا عليها تمثيل لقرد وهو بيعمل مجموعه من الرموز، البعض صورها على ان دي بدايه ما يعرف بالحبسد او عيد السد. يعني اذا اقدر اتكلم ان بدايه ظهور عيد السد او الحبسد هو في عهد الملك دن. وعيد السد او الحبسد هنتكلم عليه بالتفصيل يمكن اكتر عند زوسر، وهنغير فكره او كلمه العيد الثلاثيني، هو كان ستاندر 30، لكن كلمه حبسد مش معناها عيد 30، عشان يمكن اشرت لده اكتر من مره. بعدي بلاقي جه عنجيب ده لقيته مثلا بيقول انه ضرب ناس اسمهم اليونيتيو دول قالوا مجموعه من البدو اللي على حدودنا الغربيه، ويبدو ان دن كان ضرب فيهم، ولقينا المقابر كتيره، ولقينا في المقابر حاجات. عنجيب ده اللي هو عنجيب يعني سليم القلب، عنج ايب سليم البصيره او عظيم البصيره. لما جه
تحيز لامه وابتدى يتكلم. لما سمر خت جه بعديه كان اخوه من ام تانية، سمر خت. على فكره سمر خت له نقش مكتوب، واحد واقف ماسك عصايه اللي بنسميها السيميسو او سمسم، زي ما عروها بعض المؤرخين قروا ان هو احد المترادفات اللي ظهرت لاسم سمر خت كانت سمسم. كان سمير البدن، سمر سمير او صديق او جميل، يعني تقي البدن او البدن. لكن بعديه جه ملك تاني كان عنيف طويل الباع، ذو الباع، ذو اليد العليا، ذو اليد الطوله، قاء. الملوك دول لقيت في بينهم صراعات كتيره جدا، لقيت في بينهم امور مهمه. اولا هم عملوا زواج بين المنطقتين، لقينا في زواج بيتم، لقينا نيد حطب بتتجوز بين الشمال والجنوب، لقينا مريت نيد بتتجوز لدون، لقينا عيد التجلي بيتكرر زي ما قال لي حجر باليرم. شفتوا بقى السورس اللي انا بشتغل بيطلع لي هنا تاريخ. لكن يبدو ان بعد قاعه ان المشكله اللي حصلت ما بين عنج ايب وسمر خيط وقاعه اثرت في البلاد في المرحله الاخيره، وده ادى الى ان جه ملك اراد ان يرضي الجميع، فكان هو الملك حطب سخموي. حطب سخم، حطب مرضي، سخموي القوتين، قوه الشمال وقوه الجنوب. وعلشان كده احيانا كان حطب سخموي يراه البعض هو الملك الذي اعاد الهدوء للبلاد. وعلى التمثال اللي في المتحف المصري بتاع حته دي اف الكاهن اللي هو التمثال الشهير جدا، استاذنا الدكتور محمد صالح دايما يحكي القصه دي، حتى ان التمثال ده وهم بيطلعوا التمثال الاثار من المخازن عشان يعملوا الكتالوج، كان التمثال ده هو رقم واحد. التمثال ده اللي طلع على الشمال قصاد صلاه ناروا هو التمثال رقم واحد، تمثال كده الراس بارزه في الرقبه، وعلى كتفه اليمين موجود اسامي ثلاثه اهو. ده مصدر، اول اسم حطب سخموي، بعديه نبيرا، نبيرا سيدي هو را او را هو السيد، والثالث هو ني نتر المنتمي للمعبود، ويعتقد ان المعبود هنا هو المعبود ست، عشان يعمل البعض بيقول عشان يقيم عمليه اوزوريس، اسف، عشان يعمل عمليه التوازن ما بين رع واوزير او الروح والجسد في هؤلاء الملوك. بعديهم بيجي لي ملك اسمه بير ايبسن. بير ايبسن ده حدوته تانية هنقف عندها لمده دقيقه. بير ايبسن، بير يعني يخرج، ايبسن اللي خرج قلوبهم من الخوف من الرعب. البعض التاني بينطق ايبسن بس بمعنى الشجاعه. طيب بعديه بيجي لي ملك اسمه سينج، فاكرين الوزه المذبوحه لما كنا بنشرح صار سينج معناها المخيف. بعد كده يجي لي خاسخم اشرقت القوه، ثم خاسخم اشرقت القوه تاني. ده الترتيب اللي اتعمل لي، وده معاني الاسماء اللي احنا بنقف عليها. طيب تعالوا بقى نشوف الدنيا. لقيت بدات تظهر دوله مؤسسات زي ما قلت. لما اجي ابدا اشوف الكتاب بتاع نجيب قنواتي عن الحكومة المصرية في الدولة القديمة، أو أجي ألاقي مجموعة من الدراسات اللي اتعملت عن الألقاب الموظفين، أبدأ ألاقي لقب بيظهر في العصر العتيق اسمه سجاوتي بيتي، حامل أختام الوجه البحري، الوجه البحري، بطمن على الوجه البحري. بلاقي واحد اسمه إميرابر حج وإميرابر دشر، المشرف على بيت الفضة والمشرف على بيت الذهب اللي هي الدلتا والصعيد. إميرا خنتش، خنتش دي اراضي مش مستصلحه. بصوا بقى الملوك كانوا بيعملوا من بدايه الاسره، انا عندي موظف والموظف ده انا قريب مني وعايز اكرمه، فخلي الموظف ده ياخد حته ارض يستصلحها، منها انه بقى صاحب ملك وابعاديه، ومنها في نفس الوقت انه بيؤدي عمل خاص بي انا كملك وبيؤدي لي شيء مهم. فظهر لقب المشرف على الاراضي المستصلحه، لكن الملوك كان في لقب السكا او القائم بعمليه السكا اللي هي عمليه الحرس في الارض. حتى الله يرحمه ويحسن اليه استاذنا العظيم الدكتور علي رضوان كان دايما يقول لميرا سكا او المشرف على الارض الزراعيه او المشرف على الحرس في الارض، كان بيقول اللي هو يبدأ ايه اللي بيقولوها الفلاحين الغالب بيعمل سكه في الارض عشان الميه تجري. لكن ابتدى يظهر كمان الكتبة يظهروا في المرحلة دي، وظهر تعبير سش كتير جدا في نصوص العصر العتيق. ظهر لقب كمان لبعض الموظفين تبي خيرنسو، تبي يعني تبي يعني فوق، خيرنسو الأعلى عند الملك القريب من الملك. ابتدى يظهر هنا الملوك أشخاص، ومنهم شخص مهم جدا مقبرته في سقارة اسمه حماكة، حماكة حجرات مقبرته فيها العديد من الأواني والألباستر، وشفنا مجموعة من الآثار رائعة بتدل على الفخامة، لعل أهمها إن أول ورقة بردي مش مكتوبة بس لقيناها في مع هذا الملك ظهرت عنده. لقيت عندي كمان في العصر العتيق الصراع زي ما قلت لكم بيمشي صراع من نوعين. النوع الاول من الصراع هو الصراع السياسي زي اللي حصل في نهايه الاسره الاولى اللي هو ما بين سمر خيط عج ايب، عج ايب سمر خيط قاع، عج ايب سمر خيط قاع اللي هم الثلاثه، او
صراع ديني. الصراع الديني بقى هنا ده مشكلة، لأن في منتصف القصة الثانية وعندنا في المتحف المصري وناس كتيرة بتستسهل الموضوع، لقينا الملك بري بسن اللي قلنا معناه خرج قلوبهم أو الشجاع، لقينا معاه على السرخ موجود الإله ست. قال لك ستوب، لقد جاء هذا الملك لينشر الثورة الدينية ويعلن أنه لم يعد هناك مجالا لحورس الذي يوضع فوق السرخ، وأن ست أصبح وكذا. لدرجة أن بعض أتباعه حتى أكدوا الكلام ده، أو بعض الناس أكدوا قالوا ده حتى يا جماعة أتباعه قالوا عليه نبتي، يعني اللي جاي من نبت اللي هي طوخ نقادة والبلاص مركز عبادة الإله ست في الصعيد. لكن لازم نشوف كل آثار الملك. الملك له أربع سرخ، لقينا مرة سرخ عليه راعي على فكرة، ولقينا سرخ عليه حورس، ولقينا سرخ عليه ست، يعني راجل ما حدش. طيب ايه الوضع؟ في اراء كتيره جدا. البعض بيقول ربما انه بدا حكمه واهل الدلتا ما عجبهمش الملك ده، فقال لك طب والله كده هو في الاول بدا ما. طب كده طب اهو يا عم، وراح شايل حورس وحط ست مكانه. البعض التاني قال انه الملك عمل كذا سرخ وعايز يوسع دايره علاقاته، انه المرتبط بكل الارباب. البعض التالت وبينه وبينكم اكاد اجد ده اقرب شويه، ان الملك يبدو ان مصر تعرضت لحركة على حدودها الشرقية، هجرات على حدودها الشرقية. الهجرات دي اثرت على الحكم وجعلت الملك يضع مركز حكم اقوى في الصعيد، وعلشان كده يبدو انه بدا حكمه لغايه الهجرات دي ما اتحركت، فبدا يبقى حاكم كانه حاكم اقليمي او في جزء معين دون الهيمنه والسيطره على كل البلاد حتى يستطيع اعادتها، فبدا يضع ست اللي هو مركز المعبود اللي هو قريب منه في الصعيد. ده راي وارد وراي مقبول وبيقبله عدد من الباحثين مش بيرفضوه. طيب بعديه حصل ان جه ملك صغير قوي اسمه سينج القائم كده عمل، لكن جه بعديه خاصخن اشرقت القوه، وبعديه لقينا خاصخن وي ويحط لي حرس وست على السرخ، اشرقت القوتين، اشرقت القوتين المكانين الكبار. ده معناه ان مصر رجعت قويه ورجعت. لكن الملاحظه الغريبه ودي الاغرب، ان القوائم الملكيه حين وضعت ترتيب الملوك بتوع الاسرات زي ما اتكلمنا عليها شالت بن ابسن خاصخم خاصخم وي. ليه؟ هل صدفه؟ هل كان في مشاكل ما اتحطتش؟ زي ما قلت لكم ان المصادر هي بالنسبه لي مش كتاب منزل، ما هيش مراجع انا حاططها خد كذا، لا انا بيحكمني اهواء، انا بكره فلان او بحب فلان. في المرحله دي انا مصر كان ليها كام مدينه بتشتغل؟ ابيدوس طبعا قريبه من سني، المنطقه اللي خرجوا منها الملوك زي ما قلنا، المنطقه بتاعت جرجه والمكان اللي هي نجع المشايخ اللي خرج منه الحكام. المدينة الثانية هي نخن العاصمة الجنوبية ولقينا فيها آثار كتير. المنطقة الثالثة ودي الأهم بقى هي منف، أو اللي بتتسمى في الوقت ده إنب حج، إنب جدار حج الأبيض. المدينة دي كانت مهمة جدا، ينسب إنشائها لبداية الأسرات وإن الملوك أنشأوها وإنها كانت المدينة العظيمة، لكن يبدو إن كان لها سبب تاني قوي ابتدوا يتكلموا عليه، والدليل ان هيرودوت وديودور من بعدي لما اتكلموا على المدينه، ويمكن في بحث ليه انا صغير كده متكلم طبعا، يعني الدكتور اخونا الدكتور باسم الشرقاوي ليه دراسه رائعه عن منف طبعا مع الله يرحمه استاذنا العظيم الدكتور عبد الحليم نور الدين، كان ليه انا بحث صغير كده كان عن ممفيس اليبوك روماني، منف في العصر الروماني، فاستعنت بكتابات المؤرخين لقيت حاجه، لقيت ان ديودور وهيرودوت اشاروا الى ان كان في فرع للنيل كان بيصب عند المكان ده، وانها كان بيخليها المكان وقت الفيضان عامله زي الارض او الجزيره العاليه اللي بيسموها التاتنن. ويبدو ان المكان ده لما جه الملوك حاولوا ان هم يامنوا المكان، فراحوا داخلين عملوا غيروا فرع النيل ودوا ناحيه الغرب، وراحوا فاتحين قناه عملوا كان بقى في فرع نيل من ناحيه، ومن الناحيه الشماليه بقى في تحصي بقى في قناه، فكان المدينه اصبحت محصنه، وعلشان كده اصبح الان بحج الجدار الابيض هو الجدار العظيم الذي يحمي المدينه بكل اطرافها. لقيت هنا كمان ان المدينه دي او المكان ده ابتدوا الملوك يهتموا بيها، ابتدت مصر تضع ايديها. هنا في جزء تاني مهم هختم بيه، البعض بيكلمني على العصر العتيق ويقول لي والله يا فلان خلي بالك ان المقابر كانت تبنى بالطوب اللبن لانهم لم يكونوا يعرفون الحجر. ازاي يا سيدي اذا كان المدينه اسمها ايه بحج، يعني في قوالب حجر جيري؟ لا، هو هنا استخدم الطوب اللبن في بدايه الاسرات، ربما التاثير الديني كان مسيطر، التاثير الديني كان مسيطر اكتر على الفكر بتاعنا،
وعلشان كده الطوب اللبن دايما بيرمز عندي ليه المية الأزلية أو التاتننت، الأرض الأزلية اللي بيخرج منها الإله من النون. طب وإيه يعني؟ قال لك فربما إن الملوك يكونوا عملوا ده تعبير عن أنهم بداية للخلق أو بداية للحياة. وتأثير البعد الديني والفكر الديني على المصري في بداية الأسرات، خاصة وإن أنا عندي مدينة زي مدينة قلب حجي اللي بعد كده هتبقى منف، اتأثرت من البداية بفكر فلسفي راقي جدا يكاد يقترب مع ما ذكرته النصوص الدينية، حتى إن زيتا بيقول أن المذهب الديني الذي خرج من منف والذي يتحدث عن الإله بتاح أنه خلق الكون، أنه خرج من الماء الأزلي وتدبر في خلق الكون ثم نطق للكون أن كان فيكون، وهو أقرب لفكرة الكتب السماوية، يقول بأنه يرجع لعصر الأسرة الأولى والتانية، أي أنها فكرة التدبير والتقوية. البعض الأخير بس بيقول إن إينب حج ربما يكون الإينب حج هنا هو الجدار اللي بيربط السور اللي بيحيط بمجموعة الملك زوسر الجنازية، وده رأي لا أراه مقبول إلى حد كبير. والدليل بقى اللي أختم بيه خالص كلامي دلوقتي على إن المصري كان يعرف الحجر وأهميته في هذه المرحلة، أنه كان يضع أن الملك دن بلط أرضية حجرة الدفن في مقبرته بالحجر، وأن الملك خاص خموي وجعل مقبر حجرة الدفن بالكامل كانت من الحجر. المرحلة هنا إذن ضمت عندي وفقا للآثار عدد من الملوك، هفكركم تاني لأن الأسامي دي ما بتمرش عليها كتير: جر، جت، دن أو أوديمو، عجيب، عنجيب، سمرخت، قاع، أسرة أولى، حطب سخموي، نيبيرا، نينتر، بيريبسن، سنج، خاسخم، واخيرا خاسخم وي. لازم كل ده احنا لسه بنسخن التقيل بقى زي ما بيقولوا ورا، وعشان كده هستاذن حضراتكم ان شاء الله اللقاء اللي جاي لينا اللي هيكون يوم الاربع مش هيكون فيديو ولكن هيكون بث مباشر ان شاء الله، هنحدد ميعاده مع بعض على الفيسبوك او على استطلاع راي صغير نتفق فيه سوا. شكرا جزيلا، رمضان كريم، واشوفكم على خير.